السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الجديد مع يوميات فاتي. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد لابارتمون دائما مالاغا بيتش بالمنصورية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا جميع واحد لابارتمون اللي المتراج ديالها 78 متر. كيف ما شفتوا معنا دائما عندنا في الدخلة كيكون صالون ولا كويزين أمريكان. هنا لا كويزين كتكون وانفاس معاها الصالون. هاد لابارتمون هنا قلت لكم الصالون كاين فيه واحد لا تيراس اللي غادي نشوفوه دابا. هنا هذا الصالون وفيه لاتيراس. هاد لاتيراس العبر المتراج ديالها 30 متر. هنا دو فاس الطله الاولى كتشوف في لابيسين والطله الثانيه كتشوف في البروجي الثالث اللي كيوجد ان شاء الله. هنا كتطل على البيسين كيف ما شفتوا. هاد لابارتمون في الدوزيام ايطاج ومازال غادي نجيب لكم دي زابارتمون سفليين. شفتوا الشوفة عندها رائعة صراحة كتطلع البيسين يعني دو فاس ولا تيغاس الاخرى من الجهة الاخرى كتطل على البروجي الثالث اللي كيوجد. هنا عندنا دو شامبر. هاد لابارتمون فيها دو شومبر. هادي الدخلة ديالها وهنا كتلقاو دو شومبر. هنا عندنا الحمام. هنا عندنا الحمام كيف ما شفتوا الحمام راه كبير. وهادي لا شومبر الاولى. حتى هي فيها هاد لاتيراس اللي قلت لكم شوفي فيه كتشوف البروجي الثالث. صراحة هاد لابارتمون الفصالة ديالها راه جات دايرة ورائعة. نشوفوا الطلة الثانية اللي كطل لاتيراس هو فيها هنا. هذا البروجي الثالث اللي وريتكم. ومازال ان شاء الله غادي نجيب لكم دي زابارتمون في السفلي صغار ووحدين اخرين عاود كبار المتراج ديالهم كبير. وبعد الاصلاح ان شاء الله غادي نوريكم لا فيديو نوريهم لكم حتى هما يكونوا عندي في القناه. وبالنسبه للناس اللي دائما حتى هما تيسولوني على الثمن كما شفتوا هاد الطله هادي هنايا شفتوا لا تيراس الاخرى. ودائما ان شاء الله غادي يكون الجديد كيف ما قلت لكم غادي نجيب لكم دي زابارتمون وحدين اخرين بعد الاصلاح وتشوفوهم. وهذا البروجي دائما تنقول راه فيه الباركينغ كاين قاعه الافراح كاين بزاف د الحوايج كاين لي سوبر مارشي كاين القاعه ديال الاجتماعات اللي غيتجمع فيها السانديك يعني راه كاين واحد المرافق زوينين بزاف. وهاد الدار تبارك الله راها كبيره.
هذه هي الدخله اللي وريتكم ديالها، هذه في الدوزيام ايطاج، وحتى الطريق راني وريتها لكم في لا فيديو السابق. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش الطريق، راني درت لكم واحد لا فيديو وريتكم الطريق من كازا حتى البروجي، حتى الديور فين كاينين. يعني هذا راه عنده واحد الشوفه غزاله ومشمشه بطبيعه الحال، دو فاس راه كتكون الشمس صراحه راهم زوينين. ودائما ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين باش يوصلكم الجديد، وديروا لايك باش دائما تشوفوا الجديد ديال يوميات فاتي. نخليكم مع هاد الشقة كتشوفوها، نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. الشوفه ديالها مازال تنعاود نوريكم الشوفه، هنا لي بيسيني عاد غتكمل ويتصوبوا، راه كيكون واحد المنظر زوين. هادي لا تيراس اللي كطلع البيسين كيف ما شفتوا معانا من هنا، يعني عندها جوج شوفات، جوج طلات مدخلة. وكيف ما شفتوا معنا الناس اللي باغين يعرفوا ما ينساوش التعليق، اللي بغى المزيد من المعلومات كان هذا هو لا فيديو ديال الشقه اللي ب 78 متر. ودائما تنقول لكم ما تنساوش ابوني، وشكرا على هاد لا فيديو اللي شفتو معنا، وشكرا بزاف.